مشاهدي ميديا تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. على إثر أزمة طاقة غير مسبوقة تعيشها البلاد، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا حالة كارثة وطنية في البلاد لمواجهة أزمة الكهرباء المتمثلة في انقطاعه المتكرر، والذي يصل معدله أحيانا 12 ساعة في اليوم. في حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا، نتوقف مع أزمة الطاقة والكهرباء في جنوب إفريقيا وتداعياتها الاقتصادية والتنموية في محورنا الأول، وفي المحور الثاني نناقش سلسلة الأزمات المتوالية التي تعرفها البلاد على أكثر من صعيد. قبل نقاش محورنا الأول نتابع هذا التقرير لنهى يوسف. أزمة طاقية خانقة تواجهها جنوب إفريقيا بسبب تقادم وحدات إنتاج الكهرباء تتعطل بشكل متكرر. النتيجة؟ تراكم 200 يوم من انقطاع الكهرباء خلال العام 2022 في هذا البلد الصناعي، وضع أثر بشكل كبير على ثقة المستثمرين وإنتاج الأعمال العام الماضي، وهو ما نتج عنه انكماش اقتصادي بنسبة 0.7% خلال الفصل الثاني من السنة بحسب أرقام صادرة عن وكالة الإحصاء في البلاد. أمام تفاقم الأزمة، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا حالة كارثة وطنية. قال إنها ستتيح للحكومة تنزيل إجراءات عملية لدعم المقاولات بإمدادات الكهرباء دون انقطاع. رامافوزا أقر بأن أزمة الكهرباء التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة لتطال قطاعات المجتمع كافة باتت الآن تمثل تهديداً وجودياً لاقتصاد جنوب إفريقيا، فالبلاد التي تعول على الفحم لتأمين 80% من احتياجاتها الكهربائية تشهد انقطاعات للكهرباء تصل أحياناً مدتها 12 ساعة في اليوم بسبب نقص الإنتاج. شركة إسكوم العامة التي تنتج 90% من الكهرباء غارقة في الديون إلى حد كبير، وتشغل محطات قديمة تعاني من نقص الصيانة وبالتالي تشهد أعطالا دائمة. كما تعاني محطتان تعملان بالفحم تم بناؤهما حديثا من مشاكل في التصميم، ومع ذلك يصر رئيس البلاد على أن تعملا حتى انتهاء مفعول قدرتهما الإنتاجية البالغ 40 سنة، وذلك بداعي أن أموالا كبيرة استثمرت في المحطتين. وللنقاش معنا من الخرطوم الخبير الاقتصادي علي أحمد أبو سلمى، مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. بداية، ما أبرز الأسباب وراء أزمة الطاقة المتفاقمة في جنوب إفريقيا؟ نعم، أبرز الأسباب هو اعتماد دولة جنوب أفريقيا على شركة إسكوم، واللي هي شركة تعمل في القطاع العام وتعتمد عليها بنسبة 90% لتغطية احتياجات دولة جنوب أفريقيا للكهرباء. هذا التأثير انعكس على الأداء بشكل عام على كل القطاعات الموجودة في جنوب أفريقيا. إضافة لذلك، شركة إسكوم العامة مرت بأحداث عديدة ومشاكل كثيرة، من ضمنها هو ثقل الديون التي تمر بها، وإضافة لذلك عدم وجود خطة واضحة للالتزام من جانبها لصيانة المحطات، اللي هي 13 محطة، توقفت 11 محطة والآن هي تعمل بمحطتين. إضافة لذلك، إضراب بعض عمال المناجم التي تعتمد عليهم في مدخلات الفحم لإنتاج الكهرباء، أثر ذلك في الإنتاج الكهرباء. الإهمال أيضا والفساد المالي وغيره من الأسباب أدت بشكل كبير في التأثير بشكل واضح على الأزمة الكهرباء أو أزمة الطاقة في جنوب أفريقيا، ناهيك عن أنه هذه الأزمة بدت منذ العام 2007 حتى اليوم.
قبلها كانت هذه الشركة تصدر طاقة كهربائية لدول الجوار، ولكن الإهمال المتزايد أثر في أدائها وفي سعتها الإنتاجية التي قدرت بنحو 42 ألف أو تقريبا 46 ألف ميجا واط في اليوم، طيب لتصل إلى أحمد. 23 ألف ميجا. أستاذ علي أحمد، طيب ما أهم التداعيات إذن والخسائر الاقتصادية التي تتكبدها جنوب إفريقيا جراء هذه الأزمة، وما أبرز القطاعات الأكثر تضررا؟ بالتأكيد هو بشكل واضح إذا تأثرت القطاعات الأربعة، هي القطاع السكني والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع العام، إذا تأثر من جراء أزمة الكهرباء بالتالي سينعكس على الأداء عامة على الاقتصاد. وأغلب القطاعات اللي هي زي ما ذكرنا لكم قبل شوية اللي هو القطاع الزراعي والصناعي، يعني يعتمد اعتماد كلي في جنوب أفريقيا على الطاقة، خصوصا بأنه الحصائل من صادرات المحاصيل والمحاصيل البستانية والحبوب تصل إلى 80% من إيرادات الدولة اقتصاديا. أما بالنسبة للصناعة فصناعة متطورة جدا وتعتمد على الكهرباء، يعني القطاعات التي تتواصل ما بين 6 إلى 8 ساعات أثرت بشكل كبير واضح على هذه على أداء هذا القطاع، القطاعات الأربعة يعني المختلفة يعني. طيب على الصعيد الاستثماري، كيف تؤثر أزمة الطاقة والكهرباء على الاستثمارات الخارجية وعلى المستثمرين في جنوب إفريقيا؟ نعم، بالتأكيد الاستثمار له مناخ معين، من أهم المقومات التي يعتمد عليها المستثمرين أو الاستثمار بشكل عام هو الطاقة. إذا لم تتوفر طاقة فبالتالي لن يكون هنالك إنتاج بشكل يسمح للتنافس ويسمح للالتزام بالنسبة للأسواق الخارجية، التبادلات التجارية وهكذا، فضعف الإنتاج الناتج عن قلة الكهرباء أو تحول بعض المؤسسات الاستثمارية يعني التي تعمل في مجال الصناعات ومجال الزراعي إلى الولوج إلى حل آخر لإنتاج الكهرباء، وهو يعني البحث عن الوقود وتوليد مولدات أخرى، زاد من التكلفة وزاد من يعني المصاريف التشغيلية بالنسبة للمصانع والمزارع، فهذه بالتأكيد أثرت. إضافة لذلك بشكل عام إذا أصبح هنالك وجود انقطاعات مستمرة في الكهرباء بالتالي لن يكون هنالك مناخا جيدا ويسمح للاستثمار بشكل عام يعني. نعم. طيب أستاذ علي، ذكرت من بين القطاعات الأكثر تضررا القطاع الصناعي، وهو يعتبر متقدما في جنوب إفريقيا مقارنة بعض دول القارة، فيما تتجلى طبيعة الأضرار التي تلحق بهذا القطاع جراء هذه الأزمة؟ نعم، انقطاع المستمر للكهرباء أدى إلى خروج وتوقف بعض المصانع والمحال التجارية وبالأخص التي هي على الأطراف، بالتالي أثرت بشكل مباشر على الأداء الصناعي في دولة جنوب أفريقيا. إضافة لذلك كما ذكرنا مسبقا كلفة الطاقة التشغيلية، يعني أن بعض المصانع اتجهت إلى البحث عن طاقة بديلة للطاقة العامة التي كانت تستفيد منها إلى استغلال الطاقة الشمسية أو الوقود كما ذكرت مسبقا. إضافة لذلك المدخلات الصناعية التي تعتمد بالخصوص على الفواكه، لأنه طبعا في صناعة في الفواكه وبعض الصناعات الأخرى تعتمد على الكهرباء، أيضا عدم الالتزام بمواعيد وعدم الالتزام بالإيفاء بالنسبة للدول التي تستورد المنتجات أدى إلى يعني تأثير هذا القطاع بصورة كبيرة يعني مباشرة، يعني خصوصا أنه
الزراعة تعتمد على الري الحديث، نعم، وتعتمد على الكهرباء، وخصوصا يوجد بعض المواسم تقل فيها الأمطار بشكل ملحوظ، فتتجه بعض المؤسسات الخاصة للبحث عن المياه عن طريق الري الحديث يعني، وهذا يتطلب كهرباء، فهذا حقيقة يعني أثر بشكل كبير على القطاع الصناعي يعني. نعم طيب، إلى جانب أزمة الطاقة تضررت جنوب إفريقيا كذلك بشكل كبير من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، كيف يؤثر كل ذلك على النمو الاقتصادي وعلى الوضع الاجتماعي أيضا في البلاد؟ نعم، فترة كورونا أيضا أثرت بشكل واضح، لأنه كان هنالك ركود كبير يعني بعض المحال وبعض المصانع وبعض المشاريع الزراعية كانت متوقفة جزئيا التزاما لتوجيهات الوقاية التي تخص عدم انتشار كوفيد 19. أيضا تأثير انقطاع الكهرباء بالإضافة للتحذيرات التي كانت ترد من حكومة جنوب أفريقيا أثرت بشكل واضح على الأداء والحراك الاقتصادي الاحتيادي الذي كان يعني كان يسير بشكل احتياديا بدون أي تدخلات أو عوارض يعني، بالتأكيد هي أثرت. إضافة لذلك العوامل السياسية أيضا، عندما يعني حدثت الأزمة بشكل متكرر، هنالك بعض القوى المعارضة اتجهت إلى يعني استرساء الشارع والتنديد إلى ما يحدث من الآثار الضارة التي أصابت كل القطاعات حتى المجتمع الموجود في جنوب أفريقيا، بالتأكيد له آثار كبيرة، إضافة لأنه قللت من النمو من 10 إلى 2 يعني كان الاقتصاد يمر بشكل ممتاز قبل كوفيد، ولكن مع كوفيد ومع الأزمات المتكررة بالنسبة للقطاعات المتواصلة أدى إلى تقليل أو من النمو من 10 إلى 2 يعني. نعم، إذن الخبير الاقتصادي علي أحمد أبو سالم كنت معنا من العاصمة الخرطوم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. سياسية واجتماعية وأمنية تتعدد أوجه الأزمات التي تعاني منها دولة جنوب إفريقيا، ما يجعل الطريق صعبا أمام الولاية الثانية للرئيس سيريل رامافوزا الذي رفع شعار محاربة الفساد لدى وصوله السلطة. إضاءة على أبرز الأزمات القائمة الآن في جنوب إفريقيا نتابعها ضمن هذا التقرير لمجدولين بن شريف، بعده نعود للنقاش. أزمات متلاحقة تعيشها جنوب إفريقيا تتعلق أحدثها بالطاقة والكهرباء، على إثرها باتت الاحتجاجات تخرج من حين لآخر في جوهانسبرغ وغيرها من المدن الرئيسة في البلاد. قبلها أعان الرئيس سيريل رامافوزا السعي للبقاء في السلطة لولاية ثانية من فضيحة فارمغيت المتعلقة بعملية سطو جرت عام 2020 على مزرعة يملكها، واتهم بإخفاء ما حصل عن الشرطة وسلطات الضرائب. الفضيحة تفاعلت على نطاق واسع في البلاد، وتعالت إزاءها الأصوات المطالبة باستقالة الرئيس الذي وصل إلى السلطة متعهدا بمحاربة الفساد بعد عهد سلفه جاكوب زوما الحافل بقضايا الكسب غير المشروع. على الصعيد الاجتماعي تصنف جنوب إفريقيا ضمن قائمة أكثر دول العالم انتشارا لمعدلات الجريمة، وتسجل البلاد سنويا آلاف الجرائم تودي بحياة الكثير من السكان. إلى جانب جرائم القتل باتت جنوب إفريقيا إحدى حواضن الإرهاب في القارة، فقبل أشهر قليلة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في البلاد، كما شملت العقوبات نحو 12 شركة مرتبطة بهؤلاء الأشخاص، وجمدت الأصول والمصالح المالية للأفراد والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، وبات يحظر أي تعامل للشركات أو الأشخاص الأمريكيين مع الجهات المشمولة بالعقوبات.
ومعنا من انجامنا المحلل والناشط السياسي أمين جبريل الوالي، مرحبا بك. مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن يتهم الرئيس الحالي لجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بالفساد، ونفس التهمة لاحقت الرئيس السابق جاكوب زوما. كيف يؤثر ذلك برأيك على الرصيد التاريخي لحزب المؤتمر الوطني، وأيضا على الإرث والقيم التي تركها الراحل نيلسون مانديلا؟ بالتأكيد أن هذه ضربة قاسية لرامافوزا الذي ادعى في بداية فترته الأولى أن ينهي ظاهرة الفساد في وقت شكلت فيه لجان برلمانية، وقالت أن اللجان أن الرئيس سموفوبا وغيره متهمين بفساد، وطالبت من الرئيس التحقيق، وطالب الرئيس في الوقت ذاته باعتقال المشتبهين في زيمبابوي، وكان ليس كافيا على ما يبدو، والتي بنفسه في موقف ينطوي على 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 تعارض المصالح بين مسؤوليات الرئيسية كرئيس للدولة وكرجل أعمال متخصص في تربية المواشي والدواجن، وكان لها أثر كبير على الإرث الذي تركه نيلسون مانديلا. وتلك المزاعم والتهم كانت من بين مساعديه أو مستشاريه، ويدعى تشوكي وقد جلب مصالح كثيرة إلى وجلب مصالح لصالح إلى إرثه الخاص. لذلك كان التأثير كبير من الرئيس الأول الرئيس جاكوب زوما إلى رامافوزا، وقد أثر كثيرا في الحالة للحزب والإرث الذي تركه نيلسون مانديلا، هذا الإرث الديمقراطي النزيه الذي يحارب من أجل الفساد وغيره من المشاكل التي تعاني منها هذه الوفرة. طيب، خلال الفترات الأخيرة تظهر الاستحقاقات الانتخابية في كل مرة تراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني، ما الرسائل من وراء ذلك برأيك، وما المطلوب القيام به سياسيا لتفادي وقوع الأسوأ؟ حقيقة بعد 25 عاما من الأداء الحزبي لحزب نخره الفساد لا توجد زعامة حقيقية، حاول الحزب مرات ومرات لاستعادة فريقه، لكن الحصيلة تظل أكثر من النوايا والنوايا الحسنة، البطالة في مستوى عالي والجريمة في مستوى أيضا قياسي، والفوارق الاجتماعية في بلد يعني تسعى فيها القوى السياسية الأخرى المعارضة لكسب المزيد من خيبة الكثيرين من الجنوب أفريقيين من هذا الواقع الذي يعيشه جنوب أفريقيا. فلذلك لا يمكن أن يتقدم هذا الحزب بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يكون له أن يحافظ على الإرث الذي تركه نيلسون مانديلا منذ فترة. ولذلك فإن الحرية والديمقراطية التي تركها مانديلا الآن على المحك، ولذلك لا يمكن أن يكون هذا الحزب بهذه الطريقة أن يسير بالطريقة التي تركها نيلسون مانديلا. فلذلك إن الفساد الذي ينقر البلاد والجرائم التي تقام في جنوب أفريقيا من حين إلى آخر لا يمكن أن تقدم الحزب، والحزب سيواجه مشاكل عديدة في المرحلة القادمة التي هي يوجد فيها استحقاقات كثيرة في المرحلة القادمة، والانتخابات آتية في لا محالة في عام 2024، وهي الحالة نفسها التي عانى منها هذا الحزب في الانتخابات البلدية. أستاذ أمين جبريل، جنوب إفريقيا تعتبر من البلدان التي تعرف انتشارا واسعا لمعدلات الجريمة، وقد أشرت أنت إلى جانبا من ذلك، ما الذي يفسر ذلك وما تداعياته؟ والله الأسباب عزت إلى الفقر ومشكلات إيصال الخدمات العامة والتفاوت في الثروة، وعلى وجه التحديد الضغط الاجتماعي الناجم عن البيئة القاسية بين المدن، مما استدعى حكومة المؤتمر الوطني لمرات كثيرة، وقد دعت مركز دراسات العنف والمصالح إجراء دراسات حول طبيعة الجريمة، وأشارت الدراسات إلى عدد عوامل كثيرة، التطبيع مع العنف وثقافة رسمية والمستويات المرتقية من اللامساواة والفقر والبطالة والإقصاء واستهلاك ومعاقرة الخمر أو الخمور سبب كبير وعامل كبير ساهم في العديد من الجرائم العنف وتداعياته خطيرة على الدولة، وفي خصوصا السياحة وعلى هذا الكبير من الدولة في خزينتها العامة الكثير، وتقليص دفاعاتها من في المستويات العليا والدنيا، وسحب الاستثمارات من جنوب أفريقيا. لذلك
العنف هو سبب رئيسي لوجود لأرضية لدخول الإرهاب إلى جنوب أفريقيا. وعلى إثر على ذكر الإرهاب، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت مؤخرا عقوبات على أفراد وشركات في جنوب إفريقيا لارتباطهم بتحويل أموال لجماعات إرهابية، فما مدى خطورة ذلك فيما يتعلق بظهور الإرهاب في البلاد؟ يستمر دائما كما هو مشاهد ومتابع، يستمر تنظيم داعش دائما في تشكيل مشاكله او في مختلف انحاء القاره الافريقيه. وقد عد تقرير مثلا دور عدد الامم المتحده في تموز يوليو على كيفيه استخدام التنظيم لاعفاء مركزيه في جنوب افريقيا لتحويل اموال من قيادات التنظيم الى جماعات تابعه له في مختلف انحاء القاره. وقد درجت الولايات المتحده كما ذكرت على اللائحة 4 أعضاء من خلية تابعة للتنظيم في جنوب أفريقيا لقيامهم بتوفير الدعم الفني أو الدعم المادي، كما درجت الولايات المتحدة الأمريكية 8 شركة أو 12 شركة في تمويلها لهؤلاء الأفراد. ولكن في المقابل تواصل أمريكا مع جنوب أفريقيا ضمن التحالف الدولي لحزيمة داعش منع التنظيم من استقلال اقتصاد الدولة لجمع الأموال وتحويلها دعما للأنشطة، وهذا يعتبر تطور خطير بالنسبة لتمدد الإرهاب في ظل البيئة الرخوة للفساد والفقر، ويمكن لجنوب أفريقيا أن تكون مستهدفة الآن من الإرهاب. أستاذ أمين، ضمن ذات السياق سبق لواشنطن أن تحدثت عن محاولات تنفيذ هجمات إرهابية في جنوب إفريقيا، والبلاد تسعى لمحاربة الإرهاب في دول الجوار، فهل تصبح جنوب إفريقيا برأيك مستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية التي تتوسع في المنطقة بشكل كبير جدا؟ بالتأكيد، لأن كما ذكرنا عندما يكون الفقر ويكون الفساد ويكون الجريمة مستشرية، فهذه الأرضية صالحة لتمدد الجماعات الإرهابية داخل جنوب أفريقيا. لهذا يعني جنوب أفريقيا تنظيميا في تنظيم تابع لداعش بالقرب منها، وجماعة الشباب الموزمبيقية وهي جماعة تابعة لداعش وتختلف عن جماعة الشباب الصومالية، هي موجودة بالقرب من جنوب أفريقيا في الدول المجاورة لجنوب أفريقيا الموزمبيق. وبالبداية كانت أعين داعش على جنوب أفريقيا، وهذه عدة مرات وقامت بعدة مرات بمحاولة تفخيخ أو يعني عمليات إرهابية داخل جنوب أفريقيا. وقد دعت عدة مرات السفارات الغربية داخل جنوب أفريقيا رعاياها إلى التحفظ والتنبؤ بأن هناك سفارات مستهدفة من قبل داعش في داخل جنوب أفريقيا. لذلك جنوب أفريقيا الآن مستهدف استهداف كبير من قبل الجماعات الإرهابية في ظل وجود الحالة المتردية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها جنوب أفريقيا. وعلى ضوء كل ما ذكرت، إلى أي حد سيشكل الأمن أحد أولويات ورهانات الناخبين في جنوب إفريقيا خلال الانتخابات المرتقبة عام 2024؟ بالتأكيد أن هذا سيؤثر كثيرا على الانتخابات عام 2024، لأن عندما يكون الفقر مسترشي في داخل الدولة، عندما يكون الفساد مسترشي في داخل الدولة، فالحزب الوطني الأفريقي له تحديات كبيرة في الانتخابات الآتية في الانتخابات القادمة، وبسبب الفقر وبسبب هذه الحالات المتردية الاقتصادية والاجتماعية. فالأمن محور حقيقي داخل جنوب أفريقيا وداخل ومن بين في الناخبين. لذلك الآن الأحزاب المعارضة دائما لها ثقلها داخل هذه الانتخابات من حين إلى آخر، والانتخابات البلدية السابقة لها أثرها في الانتخابات. قد خسر الحزب الديمقراطي أو الحزب الوطني الأفريقي، خسرت في الانتخابات البلدية، وكان تمدد الأحزاب المعارضة تمدد قوي. لذلك الأمن هو محور حقيقي داخل جنوب أفريقيا في الانتخابات القادمة. إن لم يستدرك الحزب الحاكم ويجد حلول جذرية لحل المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الحزب محدد، حزب نيلسون مانديلا العريق، محدد إلى
الزوال أو تحديد مشاكل أو محدد إلى الزوال أو محدد بإقصاء شعبيته أو خسارة شعبيته التي تمددت لمدة 25 عاما في جنوب أفريقيا. إذن المحلل والناشط السياسي أمين جبريل الوالي كنت معنا من العاصمة نجامنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لمريم مرغيش التي تشاركني إعداد هذا البرنامج، شكرا لكل عناصر الطاقم التقني، والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. يمكنكم مشاهدين متابعة هذا البرنامج وغيره من برامج ميديان تي في على موقعنا على الإنترنت ميديان تي في.com. نلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. إلى اللقاء.